يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الناحيه المقدسه سلام على طهرها وقدسها ونورها سلام على سيدها وقاطنها بقية الله برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة الحلقة الثانية والخمسون بعد الثلاثمائة سلام عليكم على مائده القمر انها اطباقنا المهدويه الرمضانيه الطازجه اطباق البراءه والولايه بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر براءة من السقيفتين سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوسي في النجف وولاية للبيعتين بيعه الغدير الاولى بيعه الامير وبيعه الغدير الثانيه بيعه القائم انه افطار القلوب على مائده المحبوب تفضلوا في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل فلينظر الانسان الى طعامه قال قلت ما طعامه قال علمه الذي ياخذه عمن ياخذه نقاط مضيئه على اطراف المائده انها مائده القمر هذا هو الجزء الثاني من العنوان نفسه في الحلقه الماضيه حدثتكم اولا عن مكونات طعام هذه المائده وثانيا عن علاقه السياسه بكل ذلك حدثتكم عن منهجين عن منهج علي ان تكون السياسه في خدمه الدين ولا وجود لهذا المنهج في الواقع الشيعي لا في زمان المعارضه ولا في زمان الحكم المنهج الاخر وهو منهج المرجعيه الشيعيه في النجف ومنهج الاحزاب القطبيه الدينيه الشيعيه ان يكون الدين في خدمه السياسه وهذا هو الذي جرى الويلات علينا وحدثتكم ثالثا عن البراءه من المنهج الطوسي والمنهج القطبي الشيعي وحدثتكم ايضا عن البراءه من اقذر المناهج انه المنهج الخطابي القذر النجس وحدثتكم ايضا عن اخطر شيئين في الحياه بخصوص ما يرتبط بحديثنا في الحلقه الماضيه وهذه الحلقه الانسياق في البرنامج الشيطاني من خلال الجهل وتحديدا من خلال الجهل المركب وعبر الافكار الجاهزه وعن ضياع العمر عن ضياع الوقت من دون معرفه لامام زماننا ومن دون خدمه في التمهيد لمشروعه العظيم ووصلت معكم الى النقطه المضيئه الخامسه ان نعرف خصائص زماننا حدثتكم عن هرج الروم كثيرون يتحدثون عن هرج الروم في ايامنا هذه فهل ان الذي يجري في اوروبا الان وبشكل خاص ما يرتبط بالحرب في اوكرانيا هل هذا هو هرج الروم وقلت كلا وكلا فان هرج الروم ياتي في سياق احداث اولها اول تلك الاحداث اول تلك العلائم والاوليه هنا كما يبدو اوليه حقيقيه ما هي بعرفيه لان الامام بدا بذكرها هذا لا يعني ان العلائم التي سياتي ذكرها بالضروره ان تكون متسلسله بالتسلسل العددي انما هي الاجواء العامه التي ستقع فيها تلك الاحداث لو كان الامام يريد التسلسل العددي الرياضي الدقيق لقال وثانيها وثالثها لكنه اراد ان يبدا باول حقيقي بلحاظ ما نظر اليه الامام من العلائم المهمه التي اراد من جابر الجعفي ان يحدثنا بها هكذا قال له الامام الباقر صلوات الله عليه وانا اقرا عليكم من غيبه النعماني المتوفى سنه 360 وستين للهجره من رجال الغيبه الاولى الامام الباقر يقول لجابر لجابر الجعفي يا جابر الزم الارض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات اذكرها لك ان ادركتها اولها اختلاف بني العباس وما اراك تدرك ذلك ولكن حدث به من بعدي عني وقد وصلت احاديث جابر الذي كان امينا ومؤتمنا على دين محمد واهل محمد فروات احاديثهم مؤتمنون على دينهم هكذا بينوا لنا هذه الحقيقه من ان رواه احاديثهم الصادقين والعارفين بحقائق دينهم وعقائدهم هؤلاء هم الامناء على دين الله هم امناء الله وهم امناء محمد وال محمد وجابر الجعفي مثال واضح منهم ولكن حدث به من بعدي عني ومناد ينادي من السماء انها الصيحه الا اذا اريد بهذا النداء شيء اخر ومناد ينادي من السماء ويجيئكم صوت من ناحية دمشق بالفتح وتخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابيه وتسقط طائفة من مسجد دمشق الايمن ومارقه تمرق من ناحية الترك في كل هذه الاجواء الامام يقول ويعقبها هرج الروم وبينت معنى الهرج الهرج سفك للدماء والهرج اختلاف شديد وسيقبل اخوان الترك حتى ينزلوا الجزيره الجزيره هي المنطقه الموجوده فيما بين اطراف الحدود العراقيه من جهه الموصل وكذلك ما يوازيها ويقاربها ويجاورها من جهه سوريه ومن جهه تركيا ايضا هذه هي الجزيره الارض الممتده عبر الحدود العراقيه السوريه وسيقبل اخوان الترك حتى ينزل الجزيره وسيقبل مارقه الروم حتى ينزل الرمله والرمله هذا العنوان موجود في فلسطين وفي بقاع أخرى من أرض الشام وفي العراق أيضا هناك أكثر من مكان يعنون بالرملة والرميلة وسيقبل مارقة الروم حتى ينزل الرمل فتلك السنة يا جابر انها السنه التي يكون فيها هرج الروم فتلك السنه يا جابر فيها اختلاف كثير في كل ارض من ناحيه المغرب المغرب هنا يحدد اتجاهه من العراق في هذه الروايه الحديث مع جابر وجابر عراقي كوفي فتلك السنة يا جابر فيها اختلاف كثير في كل ارض من ناحية المغرب مغرب العراق سوريا لبنان فلسطين الاردن وشيئا فشيئا باتجاه البحر الابيض المتوسط وعبر البحر الابيض المتوسط باتجاه اوروبا هذا هو مغرب العراق الذي يتحدث عنه امامنا الباقر صلوات الله عليه لان الحديث عن الاتراك هنا عن اتراك تركيا ولان الحديث عن هرج الروم والروم هم اهل اوروبا فالمراد من المغرب ابتداء من سوريا والبلدان المجاوره لسوريا الى البحر المتوسط الى اوروبا فتلك السنه يا جابر فيها اختلاف كثير في كل ارض من ناحيه المغرب فاول ارض في مغرب العراق تخرب أرض الشام فأول أرض تخرب أرض الشام ثم يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات راية الأصهبي وراية الأبقع وراية السفياني هرج الرومي لا يكون قبل السفياني هرج الرومي يكون مقارنا للسفياني او في فتره وجيزه تكون من بعد ظهوره فهرج الرومي يكون مقارنا للسفياني لا يكون قبل ظهور السفياني الذي يحدث في اوروبا لا علاقه له بهرج الروم والذي يظهر من خلال المقارنات بين الروايات وبين الوقائع التاريخيه السابقه واللاحقه فان المراد من الهرج هنا بالدرجة الأولى الاختلاف قد يشتمل على سفك الدماء الحديث عن علامة جديدة تكون في بلاد الروم سفك الدماء مرة في الحرب العالمية الأولى ومرة في الحرب العالمية الثانية ومر في جهات وبقاع أخرى بنحو جزئي في بلاد الروم المراد من الهرج هنا الاختلاف الذي حدثتكم عنه قد يكون مشتملا على سفك دماء لا اريد ان اذهب مع الروايه فان الروايه طويله وليس الحديث عن تفاصيل هذه الاحداث النقطه المضيئه الخامسه ان نعرف خصائص زماننا فهل ما يجري الان هو هرج الروم الجواب كلا هناك سؤال اخر ياتي متسقا مع هذه الوقائع والاحداث التي تجري على ارض اوروبا هل هذه النار نار اذربيجان او اذربيجان هناك قراءتان اذربيجان او اذربيجان الجواب كلا ما يجري على ارض اوروبا الان وتحديدا في اوكرانيا حرب تحت السيطره اما نار اذربيجان فقد وصفتها الروايه لا يقوم لها شيء ليست تحت السيطره فهذه النار ما هي بنار اذربيجان اقرا الروايه عليكم من المصدر نفسه من غيبه النعماني ومن الطبعه التي اشرت اليها في الحلقه الماضيه في الصفحه الحاديه والسبعين بعد المئتين انه الحديث الرابع والعشرون بسنده بسند النعماني صاحب الكتاب عن ابي بصير عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه اذا صعد العباسي اعواد منبر مروان مرت علينا الروايات من ان الناس تزحف الى قبر الحسين متى بعد انقطاع ملك بني مروان متى ينقطع ملك بني مروان حينما يصعد العباسي على اعواد منبرهم في بغداد الحديث عن قبر الحسين وعن زيارة الحسين فليس عن الشام إنه حديث عن العراق حديث عن بغداد والنجف إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج أو أدرج المعنى واحد أدرج ملك بني العباس أدرج ملك بني العباس اي تحرك باتجاه نهايته لا يعني ان امده سيكون قصيرا وانما المراد انه يحمل عوامل سقوطه في داخل مضمونه هذا هو المراد من ادرج او ادرج ملك بني العباس اذا صعد العباسي يعني ان العباسي فاشل لماذا يستمر حكمه لانه يحكم شعبا غبيا فاشلا انه شعب اثول شعب غبي فلذا فان الفاسدين الفاشلين الاغبياء سيستمرون في حكمه هذه قضيه طبيعيه هذه سنن التاريخ اذا صعد العباسي اعواد منبر مروان ادرج او ادرج ملك بني العباس اي تحرك باتجاه نهايته لكن هذا لا يعني ان امده سيكون قصيرا لان الاحاديث اخبرتنا ايضا من ان حكم العباسيين الثاني في بغداد والكوفه كلما تراءى انه سينتهي سيبقى مستمرا هناك من يبعث الحياة فيه انها مرجعية النجف التي ستنقذه في كل حالة تهاوى فيها حكم العباسيين في المنطقة الخضراء المرجعية في النجف تبعث الحياة فيه إذا صعد العباسي اعواد منبر مروان ادرج ملك بني العباس تحرك باتجاه نهايته لماذا لانه يحمل الفشل والفساد في اصل تكوينه في اصل مضمونه هذه مرجعيه فاسده فاشله وأحزاب شيعية قطبية فاسدة فاشلة. فأسباب السقوط موجودة في مضمون هذه المرجعية وفي مضمون هذه الأحزاب القطبية الحاكمة بكل تشكيلاتها وتفاريعها من التنظيمات والميليشيات الى غير ذلك من المجموعات حتى تلك التي تدعي الاستقلال ما هي بمستقلته خيوطها تعود الى انامل المرجعيه العباسيه الفاسده الفاشله في النجف إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بني العباس وقال صلوات الله وسلامه عليه إمامنا الصادق قال لي أبي إنه الباقر صلوات الله عليه لابد لنار من اذربيجان او من اذربيجان لا بد لنار من اذربيجان لا يقوم لها شيء نحن لا نعرف ما هذه النار هل هي نار محسوسه مرئيه انها نار الانفجارات ونار الأسلحة الهائلة هل هي نار النفط هل هي نار الغازي ونار حروب الطاقة والمياه أي نار هذه أم هي نار الفتنة ونار ثورة شعبية ستكون في أذربيجان. هناك أذربيجان الشمالية وهي الدولة وهناك أذربيجان الجنوبية وهي مقاطعات في دولة إيران لابد لنار من أذربيجان لا يقوم لها شيء. لا تكون تحت السيطرة. فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم وألبدوا ما ألبدنا، ألبدوا التصقوا ببيوتكم. التصقوا بها والتزقوا بها. التصقوا والتزقوا وألبدوا ما البدنا فإذا تحرك متحركنا متحركنا هنا إما المراد اليماني وإما المراد إمام زماننا بقرينة ما يأتي من كلامه فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه والسعي السعي ما هو المشي السعي أوله الهرولة ومن هنا تكون الهرولة سعيا ما بين الصفا والمروة فالسعي أوله الهرولة فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا حتى لو كان ذلك زحفا ما كنتم قادرين ان تسيروا على طول قاماتكم فاذهبوا حبوا والله لكاني انظر اليه الكلام هنا عن امام زماننا والله لكاني انظر اليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد فإذا تحرك متحركنا قد يكون ما جاء في الرواية شرحا للمتحرك الذي أشار إليه الامام الباقر صلوات الله عليه والله لكأني انظر اليه انظر الى المتحرك وربما اريد بالمتحرك هو اليماني باعتبار انه مقدمه لامام زماننا جمعا بين الروايه هذه وروايات اخرى تامر بنصره اليماني بالنحو الواجب والله لكاني انظر اليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد هذه جملة استئنافية بعد أن انقطع الكلام عند الجملة المتقدمة فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا وانقطع الكلام وإنما فسرتها باليماني جمعا مع روايات اخرى تأمرنا بأن نتحرك باتجاه اليماني وأن نناصره ولسانها الوجوب وهذا كله سيتحقق قبل هذا الموقف قبل الموقف الذي تتحدث الروايه عنه والله لكأني انظر اليه بين الركن والمقام الجو الذي ترسمه هذه الروايه جو قريب من زمن الظهور الشريف بد لنار من اذربيجان لا يقوم لها شيء فاذا كان ذلك فكونوا احلاس بيوتكم والبدوا ما البدنا هذه القرينه والبدوا ما البدنا تشير الى اننا نلتصق ببيوتنا منتظرين والا لكتفت الروايه بهذا التعبير مثل ما ورد في روايات اخرى فاذا كان ذلك فكونوا احلاس بيوتكم كونوا احلاس بيوتكم الزمان مفتوح والبد ما البدنا البد ما البدنا كالذي يخفي نفسه يلتصق في مكان يلتزق بزاوية يخفي نفسه إلى حين فإذا تحرك متحركنا هذه التعابير تشير إلى فترة مقاربة فالذي يجري في أوكرانيا لا تنطبق عليه هذه الأوصاف فضلا عن أن أوكرانيا ما هي بأذربيجان أذربيجان الشمالية هي الدولة التي عاصمتها باكو وأذربيجان الجنوبية هي مقاطعات ومدن في إيران. ربما مسامحة يطلق على بعض الدول التي تجاور أذربيجان الشمالية، ربما مسامحة يطلق عليها اذربيجان اما اوكرانيا فهي اوكرانيا لا يطلق عليها اذربيجان لا سابقا ولا في ايامنا هذه لا بد لنار من اذربيجان لا يقوم لها شيء فاذا كان ذلك فكونوا احلاس بيوتكم وألبدوا ما البدنا فإذا تحرك متحركنا فاسعوا اليه ولو حبوا والله لكأني انظر اليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة، عن عبد الكريم، قال: ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات او هلك في اي واد سلك فقلت وما استداره الفلك فقال اختلاف الشيعه بينهم وعن جابر الجعفي عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنه يطلبون المخرج منها فلا يجدونه ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء المراد ليس هناك من طرف على الحق ويكون, ويكون قتل, قتل بين, الكوفة بين الكوفة والحيرة قتلاهم, قتلاهم على سواء سوا. وينادي, وينادي مناد من, من السماء وعن, وعن إمامنا الباقر, الباقر أيضا. أيضا صلوات, صلوات الله, الله وسلامه, وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي متى يكون هذا الامر؟ فقال ان يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. النقطه المضيئه السادسه وهي النقطه الاخيره من النقاط المضيئه على اطراف مائدتنا التي هي مائده القمر النقطه السادسه ستكون جوابا لسؤال يطرح نفسه ويطرحه الاخرون ما هو الدليل على ان منهج قناه القمر هو المنهج الاقرب الى المنهج اليماني المنهج اليماني هو المنهج الاقرب الى امام زماننا وهذا المنهج لن نستطيع ان نضع ايدينا عليه بنحو حقيقي الا بظهور اليماني وهذا الامر لا يتحقق الا بعد رجب العلامات والتفاصيل التي تحدثت عنها الروايات الشريفه بخصوص الفتره الزمنيه القريبه من ظهور الحجه ابن الحسن لكننا نحاول ان نقترب شيئا فشيئا من خصائص المنهج اليماني وقد حدثتكم عن هذا الموضوع فيما سلف في هذا البرنامج لا اريد ان اكرر ما تقدم من كلام لكنني ساجيب على هذا السؤال ما هو الدليل على ان منهج قناه القمر المنهج الاقرب من بين كل المناهج التي تطرح في الساحه الشيعيه هو المنهج الاقرب من المنهج اليماني هناك دليلان دليل من داخل منهج قناه القمر ودليل من خارجه وهذا التقسيم تقسيم اعتباري قطعا من داخل المنهج او من خارجه بالنتيجه كل شيء راجع وعائد اليهم صلوات الله عليهم وكل شيء احدثكم به من قرانهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم لكنني لاجل تمييز المطالب وتصنيفها لهذا اقسمها هذا التقسيم الاعتباري فاقول هناك دليل من داخل المنهج وهناك دليل من خارج المنهج. أتحدث عن منهج قناة القمر. دليل من داخل المنهج مر ذكره في النقطة المضيئة الأولى في الحلقة الماضية. إنها مكونات طعام مائدة القمر. إنها مكونات المنهج. مفردات المنهج فكل مفردات المنهج مصدرها قرانهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم وهذه القضيه لا تحتاج الى اثبات فبين ايديكم مئات ومئات 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 من الساعات بين ايديكم هذه الكنوز المعرفيه العقائديه التي مصادرها الاصليه قرانهم وحديثهم فقط وفقط وفقط هذا دليل من داخل المنهج انها مكونات طعام مائده القمر داله على ان الطعام هذا هو انقى وانظف طعام يقدم في الواقع الشيعي محمد وال محمد ادبونا من اننا اذا جلسنا على موائدهم فان احسننا اكلا فان اكثرنا اكلا على موائدهم ومن طعامهم اكثرنا حبا لهم واكثرنا واعمقنا ولايه له قناه القمر دائما تضع بين ايديكم مائدتها باطيب اطعمتها بالنكهه الزهرائيه الرائقه وبالمذاق المهدوي الفاخر سابقا والان ولاحقا ما سياتينا في قادم الايام قطعا قطعا كل ذلك بتوفيق امام زماننا الحجه بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه دليل كما قلت لكم من داخل المنهج انها المكونات الاصليه الحقيقيه للطعام الذي يقدم على مائده القمر هذا دليل من الداخل وانتم بحاجه الى ان تتبع تفاصيل المكونات هذه في كل برامجي في كل برامج قناة القمر المقام لا يسع أن أدخل في التفاصيل لكنني سأفصل لكم بعض الشيء في الدليل الذي هو من خارج المنهج قلت لكم التقسيم تقسيم اعتباري فالدليل من داخل المنهج مرده الى قرانهم وحديثهم والدليل من خارج المنهج مرده ايضا الى قرانهم وحديثهم الدليل من خارج المنهج يشتمل على ثلاث لقطات اللقطه الاولى من سوره الضحى انها اخر ايه في سوره الضحى وهي الايه الحاديه بعد العاشره بعد البسمله من السوره وأما بنعمة ربك فحدث الآية صريحة واضحة في أنها تأمرنا بأن يكون حديثنا في هذه الدائرة في أية دائرة في دائرة نعمه ربنا قطعا الخطاب لفظا لرسول الله صلى الله عليه واله المضمون لنا محمد صلى الله عليه واله ليس بحاجه الى هذا التوجيه انا وانتم بحاجه الى هذا التوجيه فالخطاب اللفظي لمحمد صلى الله عليه واله والخطاب المعنوي لي ولكم واما بنعمه ربك فحدث امر صريح واضح ان نحدث بنعمه ربنا وان يكون حديثنا مستمرا دائما نعمه ربنا قطعا المراد منها النعمه العظمى اعظم نعمه من نعمه القران بين لنا اعظم نعمه من نعمه سبحانه وتعالى في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة: اليوم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي هذه النعمة التامة. هذه النعمة الاتم. اليوم متى؟ في الغدير وبعد الغدير. اليوم اليوم اكملت لكم دينكم في الغدير وبعد الغدير. حتى جاءنا الغدير الثاني انها بيعه القائم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي هذه النعمه التامه النعمه الاتم واما بنعمه ربك فحدث هذه النعمه الاتم هي التي يامرنا الله ان نتحدث عنها هكذا نزور امير المؤمنين انني اقرا عليكم من مفاتيح الجنان من الزياره الرابعه بحسب تبويب مفاتيح الجنان للمحدث القمي الزيارة الرابعة من الزيارات المطلقة لسيد الأوصياء هكذا نسلم على أمير الأمراء السلام على حجة الله البالغة ونعمته السابقة هذه هي النعمة السابقة هذه النعمة الأتم النعمة السابغة النعمة التي تغطينا تماما ألا يقال من أن أفضل الوضوء هو الوضوء السابغ الوضوء السابغ حينما نجعل الماء يصل الى جميع اعضاء الوضوء بنحو وافر وواضح فان الماء يجري وان الماء يصل وفيرا الى كل اجزاء اعضاء الوضوء هذا هو الوضوء السابغ ويقال درع سابغه حينما تغطي تمام الاجزاء من البدن لحمايه البدن من سيوف الاعداء ورماحهم درع سابغه وثوب سابغ الثوب السابغ هو الثوب الذي ليس فيه من نقص وليس فيه من قصر في طوله ثوب ياتي وافيا على لابسه ياتي سابغا النعمه السابغه هي هكذا النعمه التي تغطي نقصنا تغطي حاجتنا السلام على حجه الله البالغه علي هذا ونعمته السابغه هذا في الزياره الرابعه في الزياره السادسه الكلام هو هو نسلم على الامير صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة. علي وهل غيره يخاطب بهذا الخطاب قطعا محمد وال محمد هم الذين يخاطبون بهذا الخطاب بلسان الحقيقه فقط وفقط السلام عليك يا عين الله الناظره ويده الباسطه واذنه الواعيه وحكمته البالغه ونعمته السابغه اعود الى سوره الضحى والى اخر ايه فيها واما بنعمه ربك فحد ماذا روى لنا القمي في تفسيره والطبعه طبعه مؤسسه الاعلمي بيروت لبنان في الصفحه الثامنه والخمسين بعد السبعمئه الروايه عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وأما بنعمة ربك فحدث قال بما أنزل الله عليك وأمرك به من الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية وبما فضلك الله به فضله بالولايه فالولايه هي الافضل هذه دعائم الاسلام بحسب مصطلحات حديث العتره واما بنعمه ربك فحدث قال بما انزل الله عليك وامرك به من الصلاه والزكاه والصوم والحج والولايه وبما فضلك الله به الله فضله بالولايه فالولايه هي الافضل اما الصلاه والزكاه والصوم والحج فهذه لا قيمه لها الا بالولايه هذه عوارض والولايه حقيقيه ذاتيه وهذه العوارض لا تتقوم الا بالولايه فالصلاه مظهر من مظاهرها وكذاك الزكاه وكذاك الصوم وكذاك الحج الولايه هي الاصل القران صريح في الايه السابعه والستين بعد البسمله من سوره المائده وان لم تفعل ان لم تفعل ان لم تبلغ ببيعه الغدير فما بلغت رسالته هذا هو الذي فضل به الدين بل هذا هو الدين وحقيقه الدين واما بنعمه ربك فحدث قال بما انزل الله عليك وامرك به من الصلاه والزكاه والصوم والحج والولايه وبما فضلك الله به. ماذا نقرا في كتاب الخصال لشيخنا الصدوق المتوفى سنه 381 للهجره وهذه الطبعه طبعه مؤسسه النشر الاسلامي قم المقدسه. صفحه ثلاثمئه وثمانيه انه الحديث الحادي والعشرون بسنده عن ابي حمزه الثمالي قال قال ابو جعفر الباقر صلوات الله عليه بني الاسلام على خمس اقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم شهر رمضان والولايه لنا اهل البيت فجعل في اربع منها رخصة لانها عوارض ما هي بذاتيات فجعل في اربع منها رخصة ولم يجعل في الولاية رخصة، لماذا؟ لأنها هي الأمر الذاتي الذي تتقوم به تلك العوارض، الأصل هنا. بني الإسلام على خمس: سن. إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم شهر رمضان، والولاية لنا اهل البيت، فجعل في اربع منها رخصة في الصلاة والزكاة والحج والصوم ولم يجعل في الولاية رخصة من لم يكن له مال لم يكن عليه الزكاة المراد من الزكاة هنا العبادة المالية بكل تفاصيلها وليس عنوانا خاصا مثلما يقول مراجع النجف اتباعا لما يقوله مراجع سقيفه بني ساعده لا شان لي بهؤلاء اني لابرا براءه قطعيه من مراجع سقيفه بني ساعده وابرا براءه قطعيه من فكر مراجع حوزه الطوسي حوزه النجف ابرا من فكرهم ودينهم من اوله الى اخره من لم يكن له مال لم يكن عليه الزكاه ومن لم يكن عنده مال فليس عليه حج ومن كان مريضا صلى قاعدا جاء بالصلاة ناقصة وأفطر شهر رمضان والولاية مطلوبة صحيحا كان أو مريضا أو ذا مال أو لا مال له فهي لازمة واجبة الولاية هي الأصل هي التي تذوت تلك العوارض الصلاة والزكاة والحج والصوم عوارض تتذوت وتتقوم وتتحقق بولاية علي وآل علي الرواية واضحة وصريحة، إذاً حينما نتحدث عن الصلاة بعيداً عن الولاية ما تحدثنا بنعمة ربنا. ومن هنا فإن الصلاة حينما تكون خلية من ذكر علي ما هي بنعمة ربنا. ذكر علي أساس النعمة في الصلاة. وهكذا في سائر العبادات وفي الزكاه وفي الحج وفي الصوم وفي كل شيء ذكر علي هو الاساس لان الدين يتذوت ويتحقق ويكون دينا حقيقيا بعليا فقط بعليا وعليا فقط واما بنعمه ربك فحدث امر واجب حينما نتحدث قطعا الايه تشير الى الحديث الذي لا بد ان يكون ظاهرا وواضحا في حياتنا ولا بد ان يكون مستمرا واما بنعمه ربك فحدث الذي يستحق ان نتحدث عنه ولايه علي وال علي فقط من هنا امرنا الله بالامر الواجب هذا امر واجب يجب على الشيعي ان يتحدث بولايه علي على الاقل بالقدر الذي يقال عنه من انه يتحدث عن ولايه علي ان تكون هذه السمه سمه واضحه. انا اسالكم قناه القمر هل تتحدث عن غير علي؟ قارنوا بينها وبين القنوات وقارنوا بين هذا الذي يحدثكم عبرها وبين الاخرين. من الذي تحدث عن بيعه الغدير وبالنحو العميق الواسع المكتبه الشيعيه موجوده عندكم والفضائيات موجوده والمتحدثون موجودون ومراجعكم موجودون وقارنوا قارنوا بينما حدثتكم به عن بيعة الغدير وما تظهره لكم هذه القناة عن ولاية علي وآل علي قارنوا بين هذا وبين كل ما في التراث الشيعي مما كتبه مراجع الشيعة قارنوا بين العمق والدقة والممازجة فيما بين قرآنهم وحديثهم وأدعيتهم وزياراتهم، أنا لا أتحدث في زاوية لا يسمعني أحد. أنا لا أتحدث في مكان مظلم فيما بيني وبين نفسي انا اتحدث عبر الاقمار الصناعيه المكتبه الشيعيه موجوده والمتحدثون الشيعه موجودون واحاديثي موجوده وقارنوا قارنوا قارنوا فيما بين المنهج الذي اتحدث عنه وبين المناهج الاخرى هذه الايه على من تنطبق بشكل واضح على منهج قناه القمر على احاديث ام على مناهج الاخرين واما بنعمه ربك فحدث هذا امر بوجوب الحديث وهذا امر باظهار الحديث وهذا امر باستمرار الحديث وهذا امر واضح بالوقوف في وجه الذين يرفضون الحديث بهذه المواصفات بمواصفات قرانهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم طبقوا هذه الايه بانفسكم الواقع بين ايديكم المعطيات متوفره لديكم خذوا الايه وطبقوها واما بنعمه ربك فحدث امر واجب تحدثوا عن ولاية علي وآل علي وأظهروا ذلك وافتخروا بذلك ولا تعبأوا بالآخرين ومن الآخرون من الآخرون أتباع سقيفة بني ساعدة أم أتباع سقيفة بني نجف من هم هؤلاء وأما بنعمة ربك فحدث أمر بالحديث أمر واجب وبإظهاره ونشره وإعلانه وبالاستمرار وهو أمر يشتمل على بيان المعاني العميقة لأن النعمة عظيمة فلا بد ان يكون مضمونها عميقا نحن نتحدث عن النعمه الاعظم واما بنعمه ربك فحدث انا اسال وجدانكم هذا المضمون ينطبق على من في واقعنا الشيعي في واقعنا اليوم على ايه فضائيه على اي خطيب على اي متحدث على اي منهج على اي فكر على اي مسلك عقائدي يتحرك في الواقع الشيعي حتى اذا اردتم ان تنكروا ذلك بالسنتكم فيما بينكم وبين انفسكم تعرفون الحقيقه انه منهج قناه القمر وانه هذا الماسوني كما تصفونه هو هذا الذي تنطبق عليه مضامين هذه الايه قطعا بحدودي بحدود قصوري وتقصيري لكنني اتحدث هنا عن المقايسه فيما بين منهج قناه القمر مع القصور والتقصير مقايسه مع المناهج الاخرى نذهب الى فاصل البرنامج الذهبي انه برنامج القريه الظاهره الامنه وفقا للمنهج اليماني الزبده الذهبيه اعرف امامك وعرف بامامك المعرفه الذهبيه امامك دينك ودينك امامك العباده الذهبيه رابط مرابطة, مرابطة الأحرار في فناء, فناء إمامك. إمامك البراءة, الذهبية البراءة الذهبية. طلق منهج, منهج أصحاب, أصحاب العمائم, العمائم الإبليسية الكبيرة, الكبيرة في النجف وكربلاء. طلاقا بائناً, بائنا لا, لا رجعة فيه, فيه إن كنت, كنت راغبا في إمامك. اللقطه الاولى من سوره الضحى واما بنعمه ربك فحدث حدث تكلم انا اسالكم مراجعكم يتحدثون عن ولايه علي واهل علي حتى لو تحدثوا فانهم سيتحدثون بحديث التقصير وسيكونون مضحكه للوهابيين بسبب عدم فصاحتهم وبلاغتهم وبسبب عيهم وجهلهم وطريقه حديثهم هذا هو الواقع الموجود بين ايدينا واما بنعمه ربك فحدث امر صريح بالكلام بالحديث بالشرح بالبيان حينما نتحدث عن نعمه ربنا لابد ان نظهر جمالها ولا بد ان نظهر كمالها ولا بد ان نظهر جلالها ولا بد ان نظهر عظمتها ولا بد ان نظهر طهرها وقدسها ونورها لا بد ان نظهر حقائقها بقدر ما نستطيع والا فلا معنى لحديثنا لا بد ان يكون الحديث حديث البلاغة والفصاحة لا بد أن يكون الحديث حديث البيان وحديث القرآن المفسر بتفسيره لا بد أن يكون الحديث بكلماته المفهمة بقواعد تفهيمه أما ما يتحدث به هؤلاء الحمير على المنابر لا علاقه له بمضمون الايه او ما تتحدث به هذه الفضائيات القطبيه الناصبيه التي يقال عنها فضائيات شيعيه لا علاقه لحديثها بمحمد وال محمد كما يريدون صلوات الله عليهم هذه الايه اجنبيه عن كل ذلك اجنبية عن مراجعكم اجنبية عن حوزتكم اجنبية عن المكتبة الشيعية اجنبية عن الاعلام الشيعي اجنبية عن الفضائيات الشيعية اجنبية عن ائمة الجماعة والجمعة اجنبية عن هؤلاء الخطباء الحمير الذين يقال لهم خطباء المنبر الحسيني هذه الآية اجنبية عن كل ذلك لأن الحديث هنا لابد أن يكون مستندا إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وإلى حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، إنها رسالة إمام زماننا الحجة ابن الحسن إلينا، إلى الشيعة في هذا العصر. هي واضحه صريحه من ان المنهج القويم مع قصوره وتقصيره هو هذا المنهج الذي يطرح عبر هذه الشاشه منهج قناه القمر ومن سوره الضحى الى سوره العصر والعصر ياتي بعد الضحى فالضحى في اول النهار والعصر ياتي بعد الزوال فمن الضحى الى العصر في سوره العصر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قطعا السوره تتحدث عن عصر القائم عن عصر غيبته وعن عصر ظهوره والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ماذا نقرا في احاديثهم الشريفه اقرا عليكم من كمال الدين وتمام النعمه لشيخنا الصدوق الطبعه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسه في الصفحة 684 الحديث الأول من الباب السادس والعشرين بسنده عن المفضل ابن عمر قال سألت الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليهما صلوات على الصادق وعلى ابيه الباقر المفضل يسال الصادق عن قول الله عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر الامام يقول العصر عصر خروج القائم ان الانسان لفي خسر يعني اعداءنا الا الذين امنوا يعني بآياتنا وعملوا الصالحات يعني بمواساة الأخوان وتواصوا بالحق يعني بالإمامة وتواصوا بالصبر يعني في الفترة في الفترة في الغيبة التواصي وتواصوا بالحق يعني بالإمامة وتواصوا بالصبر يعني في الفتره في زمان غيبته ومن هنا قلت لكم من ان العصر هنا هو عصر القائم بجناحي بجناح الغيبه وجناح الظهور في الجزء الثاني من تاويل الايات الظاهره في فضائل العتره الطاهره للمحدث شرف الدين الاستربادي النجفي الطبعه طبعه مؤسسه الامام المهدي قم المقدسه الجزء الثاني صفحه 854 بسنده عن محمد بن علي عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إمامنا الصادق يقول: استثنى الله سبحانه أهل صفوته من خلقه حيث قال: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بولايه امير المؤمنين وعملوا الصالحات اي ادوا الفرائض وتواصوا بالحق اي بالولايه وتواصوا بالصبر اي وصوا ذراريهم ومن خلفوا من بعدهم بها بالولايه وبالصبر عليها الحديث في اجواء علي وال علي الحديث في اجواء فاطمه وال فاطمه الحديث في اجواء حسين وال حسين الحديث في اجواء قائم ال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ماذا تقول السوره الشريفه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر التواصي ما هو التواصي اعظم من الحديث التواصي حديث خاص متواصل بنعمة ربك فحدث قد يكون الحديث في ساعة عند الصباح من هذا اليوم وفي ساعة عند الصباح ايضا من يوم غد وهكذا اما التواصي التواصي تفاعل التفاعل اهتمام والتصاق بالشيء تواصل التواصي تواصل والتصاق واهتمام يوصي أحدنا الآخر والذي يرى نفسه أنه سيفارق الحياة يوصي الاحياء من بعده يذكرنا هذا بوصيه مسلم بن عوسج لحبيب في يوم الطفوف حينما سال حبيب مسلما هل توصيني بشيء قال اوصيك بهذا اوصيك بالحسين مصداق واضح لما جاء في هذه السورة الشريفة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر التواصي تفاعل بالضبط كتفاعل ابن عوسجه في ساحه الغاضريات اوصيك بهذا هذا هو التفاعل وهذا هو الالتصاق بحقيقه الدين التي تجلى في اطهر زبده لها في حسين في حسين وهل للدين من حقيقه يمكن ان نشير اليها من دون ان نشير الى حسين فهذا هو الدين بكله بظاهره وباطنه بألفاظه ومعانيه بأوله وآخره بمبادئه وغاياته باسراره وباعلانه بكل ما للدين وما في الدين وما من الدين وما الى الدين من مضمون يشير من قريب او من بعيد هذا هو الدين هذا هو الدين انه امام زماننا انه الحجه بن الحسن وهذا التواصي في فنائه وفي اجوائه اسال وجدانكم هل هناك من فضائيه تقوم بدور التواصي هذا التواصي في فناء امام زماننا مثلما تقوم قناه القمر هذا هو منهجنا منهج التواصي هل حدثكم احد في الجو الشيعي هل قراتم في المكتبه الشيعيه شيئا من معرفه امام زمانكم كالذي تعلمتموه من هذه القناه. المكتبه الشيعيه موجوده بامكانكم ان تقارنوا فيما بين ما كتبه مراجع الشيعه وعلماء الشيعه منذ ان تاسست حوزه النجف والى اليوم، وقارنوا بين الذي طرحه هذا الماسوني. كما تصفونه قارنوا هذه ايات قرانكم اذا كنتم تعتقدون ان القران قرانكم اين هذا المضمون التواصي بالحق والتواصي بالصبر لا ان يخرج المتحدثون وهم لا يحسنون قراءة البسبلة ولا يحسنون قراءة آية أو رواية من الكتاب الكريم هذا ما هو تواصي التواصي لابد أن يكون وفقا للأصول الصحيحة لابد أن يكون وفقا لقرآنهم المفسر بتفسيرهم ووفقا لحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم هذا هو التواصي الله حين يامرنا ان نتواصى بالحق فهل يامرنا ان نتواصى ونحن لا نحسن قراءه القران ولا نحسن فهمه ويريد منا ان نتواصى بقران لا نحسن قراءته وباحاديث لا نحسن قراءتها وبعد ذلك لا نحسن فهمها فأي تواصل هذا هذا التواصي بأصوله وشرائطه أين تجدون هذا أنا أسأل وجدانكم أين تجدون هذا وحتى لو وجدتموه في مكان آخر قارنوا قارنوا بين ذلك المكان وبين هذه المائده هذه مائده القمر وهذا هو افطار القلوب على مائده المحبوب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر التواصي لا بد ان يكون متواصلا مستمرا ولا بد للذي يقوم بهذا الدور ان يكون صادقا ان يكون مخلصا والا كيف يقوم بهذا الدور بدور التواصي لو لم يكن يعيش حاله الحماس العقائدي كيف سيواصل طريقه خصوصا حينما يتفق الجميع على ان يضعوا المعوقات في كل شبر من الطريق الذي يسير فيه خذوا الايه وتدبروا فيها وطبقوها على اي جهه في الواقع الشيعي على مراجعكم الذين لا يفقهون معنى هذه السوره وقد عرضت لكم كيف فسرها لكم المرجع الجديد باقر الايرواني عرضتها لكم وعودوا الى بقيه مراجعكم وعودوا الى خطبائكم وعودوا الى الخطباء الحمير الذين يرتقون المنابر في هذه الليالي عودوا الى هؤلاء الحمير واستمعوا لما يقولون من هراء مراجع النجف وهراء مراجع سقيفه بني ساعده اذن اللقطه الاولى ما جاء في سورة الضحى في آخر آية وأما بنعمة ربك فحدث واللقطة الثانية ما جاء في سورة العصر في الآية الثالثة بعد البسملة أيضا في آخر آية من السورة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قارنوا بين المتحدثين وقارنوا بين المتواصين اساسا هل هناك من تواصي في واقعنا الاعلامي هذه الادله الواضحه التي تجعل منهج قناه القمر منهجا مميزا منهجا مشخصا لذا حين اصف قناه القمر من انها قناه الحقائق من انها الصوت الشيعي المميز هذا الكلام لم ياتي جزافا هذه حقيقه يثبتها الواقع ويمكنكم اذا كنتم منصفين ان تشخص هذا الامر من خلال المقارنه فيما بين منهج قناه القمر وسائر المناهج الاخرى في أجوائنا الشيعيه نذهب الى فاصل عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه وأبلج بهم عن سبيل منهاجه وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه واله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه، وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علماً لخلقه، وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار، وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته إذا اللقطة الأولى حديث عن نعمة ربنا، عن النعمة الأعظم. اللقطة الثانية أن نتواصى بالحق وبالصبر. إنه التواصي بإمام زماننا. اللقطة الثالثة هذا هو الجزء الثاني. من الكاف الشريف وطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الثانية والأربعين باب دعائم الإسلام الحديث الأول بسنده عن أبي حمزة عن أبي جعفر عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه قال بني الإسلام على خمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية قطعا حينما نودي بالولاية في يوم الغدير فإن النداء في يوم الغدير يختلف عن النداء بالولايه في سائر الايام ومن هنا جاء في الحديث الثامن من الباب نفسه في الصفحه الخامسه والاربعين عن فضيل انه فضيل ابن يسار عن فضيل عن امامنا الباقري صلوات الله عليه بني الاسلام على خمس الصلاه والزكاه والصوم والحج والولايه ولم يناد بشيء ما نودي بالولايه يوم الغدير فالنداء في يوم الغدير كان خاصا جدا هذا ما بينته لنا الايه السابعه والستون بعد البسملة من سوره المائده يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين الكافرون وهم الاشد كفرا في الكتاب الكريم بحسب الايه الذين كفروا ببيعه الغدير لماذا لان بيعه الغدير هنا جعلت في منزله اعلى من التوحيد والنبوة وان لم تفعل فما بلغت رسالته فما الرساله الا توحيد ونبوه مع بقيه التفاصيل فجعلت بيعه الغدير في كفه لانها هي التي تذوت الرساله تحقق الرساله تذوتها تجعل لها ذاتا تجعل لها حقيقه. وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين، هذا النداء كان في يوم الغدير. ونداء يوم الغدير حتى وان تكرر في سائر الايام فان خصوصيته ستبقى محفوظه له وبه من هنا يقول إمامنا الباقر بني الإسلام على خمس الصلاة والزكاة والصوم والحج والولايه ولم يناد بشيء ما نودي بالولايه يوم الغدير هذا في يوم الغدير اما في سائر الايام فان الامام يقول بني الاسلام على خمس على الصلاه والزكاه والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية على طول الخط إلي يوم القيامة ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية هذا التعبير تعبير دقيق جدا في سورة الجمعة ماذا نقرأ في سوره الجمعه في الايه التاسعه بعد البسمله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع اذا نودي النداء هو الاذان فالاذان لصلاه الجمعه نداء والنداء لصلاه الجمعه اذان يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع النداء اذان والاذان صوت مرتفع لا بد ان يكون الصوت مرتفعا حين نتحدث عن الولايه ولم ينادى بشيء كما نودي بالولايه قارنوا بين هذه القناه وسائر القنوات قارنوا بين اسلوب الحديث، وبين طريقة الطرح، وبين عمق المفاهيم، وبين نظافة المصادر واصليتها من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، قارنوا بين منهجي قناه القمر وسائر القنوات الاخرى بين منهج قناه القمر وما كتب في المكتبه الشيعيه منذ ان تاسست حوزه النجف الى هذا اليوم بين ما يطرح في هذه القناه وما يذكر في بيانات مراجعكم واحاديثهم إنها بيانات مهلهلة. أما الأحاديث فهي سخيفة إلى أبعد الحدود. أنا لا أتحدث عن شيء خفي. كل هذا أثبته بالوثائق والحقائق بمئات ومئات من الساعات وبمئات ومئات. من الوثائق والحقائق والدقائق وكل هذا متوفر بين ايديكم اذا كنتم تبحثون عن الحقيقه اذا كنتم تهتمون لامر دينكم اذا كنتم تتساءلون عن حقائق عقائدكم فالنداء اذان والاذان نداء وهذا المضمون يمكننا ان نتلمسه في سوره الحج وأذن في الناس بالحج، أذن ارفع صوتك نادي يا ابراهيم هذا امر من الله الى الخليل ابراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق انها الايه السابعه والعشرون بعد البسملة من سوره الحج وأذن في الناس بالحج وكذا في سوره يوسف في الايه السبعين بعد البسملة من سوره يوسف فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون اذن مؤذن نادى مناد يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه النداء اذان والاذان نداء ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون وليس هذا في الدنيا فقط في الاخره ايضا اذا ما ذهبنا الى سوره الاعراف والى الايه الرابعه والاربعين بعد البسملة ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، أهل النار قالوا نعم، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالم اذن مؤذن بينهم نادى مناد والمؤذن امير المؤمنين فاذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالم فعلي مؤذن الدنيا وعلي مؤذن الاخره هكذا حدثتنا رواياتهم وكلماتهم الشريفه فاذن مؤذن فنادى مناد فالاذان نداء والنداء اذان ماذا يقول امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه ولم يناد بشيء كما نودي بالولايه الصلاه لها اذان والحج له اذان انه اذان ابراهيم الخليل لكن الصلاه في كل يوم يرتفع اصوات المؤذنين لاجلها اصوات مرتفعه وعاليه ومتكرره ولكن الولايه لابد ان ينادى لها بطريقه اعلى واكثر واعظم من الصلاه لان الصلاه لا قيمه لها من دون الولايه واخبياء النجف يقولون لكم ان ذكر علي فيها يبطلها ألا لعنة على دينهم ألا لعنة على فتاواهم أتعلمون أن الصلاة من دون ذكر علي باطلة وإذا كانت الصلاة باطلة فصيامكم باطل وحق نحر حسين صيامكم باطل إذا كنتم لا تذكرون عليا بعنوان الوجوب القطعي في التشهد الوسطي والاخير من صلواتكم اليوميه صلاتكم باطلة واذا كانت الصلاة باطلة صيامكم باطل صيامكم باطل وحجكم باطل فجزء من الحج صلاة والحج عبادة قبولها مقترن بقبول الصلاة لا اتحدث عن الصلاة التي هي جزء من اجزاء الحاج انما اتحدث عن الصلاة التي هي عبادة مستديمة في حياتنا اذا ما بطلت الصلاة العبادة المستديمة بطلت سائر الاعمال وسر القبول فيها ذكر علي في جانبها اللفظي اما في جانبها المعنوي فهي البيعه لعلي الولايه لعلي وهكذا نحن نؤمن بظاهرهم وباطنهم ومن صور ظاهرهم ما يتجلى في الفاظ الصلاه فلا بد ان تكون الصلاه في الفاظها مشتمله على ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه الذي هو سر طهورها وسر صحتها وسر قبولها وبه تتذوت الصلاه ومن دونه فلا معنى للصلاه ولا معنى للزكاه ولا معنى لكل الدعائم هذه الدعامة الحقيقية علي علي وان لم تفعل فما بلغت رسالته ولم يناد بشيء كما نودي بالولايه انا اقول لكم هل هناك من قناة تكرر يوميا خطبه بيعه الغدير هل هناك من قناه تشرح لكم دائما على لسان ماسونيها هذا كما تقولون او في الاحاديث التي تعرض او في كل المقاطع التي تبث هل هناك من قناه تحدثكم عن ولايه علي وتنادي بولايه علي كما تفعل هذه القناه؟ هل تريدون ادله اكثر من ذلك؟ وقت الحلقه انتهى، والا كان في نيتي ان اذكر لكم لقطات اخرى، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولايه. قارنوا بين نداء قناة القمر بولاية علي وال علي وبقية القنوات، بين حديث المتحدث هذا وكيف ينادي بولاية علي، أنا لا أريد أن تقارنوا بيني وبين اولئك الذين لا يحسنون ان يتكلموا جمله واحده بنحو صحيح، فهؤلاء خارجون من الموضوع. انا اطالبكم ان تقارنوا فيما بيني وبين الذين تصفونهم بالعلم والفقه والاعلميه والا فاولئك جهال لا وجه للمقارنه فيما بين ما يطرح في هذه القناه وما يطرح عبر احاديثهم عبر قنواتهم عبر منابرهم عبر كتبهم ولم ينادى بشيء كما نودي بالولايه الحديث الخامس حديث طويل سأقرأ جانبا منه. عن زرارة عن ابي جعفر عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: بني الاسلام على خمسه اشياء على الصلاه والزكاه والحج والصوم والولايه قال زراره فقلت: واي شيء من ذلك أفضل فقال الولاية أفضل لماذا؟ لأنها مفتاحهن المفتاح هنا لأنها مفتاحهن إلى أن يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث مع زراره ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الاشياء ورضا الرحمن الطاعه للامام بعد معرفته الكلام واضح وصريح فاية قناه تحدثكم عن معرفه امام زمانكم كما تحدثكم هذه القناه الا يكفي هذا دليلا لكم ما ذكرته لكم من دليل من داخل منهج قناه القمر ومن دليل من خارج المنهج وقلت لكم التقسيم تقسيم اعتباري عودوا الى الايات التي اشرت اليها عودوا الى هذه الاحاديث ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية فهناك حديث وهناك تواصي وهناك نداء لا بد أن يكون عاليا ولا بد أن يكون واضحا وهذا ما أتمنى بتوفيق إمام زماني أن أقضي بقية حياتي عليه وان اموت عليه وان احشر يوم القيامه وانا ارفع صوتي بين الجميع اشهد ان عليا ولي الله مثلما رفعت صوتي في الدنيا وفي كل مقام استطيع ان اتحدث فيه ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، أسألكم الدعاء جميعا في أماننا